هنسمع بالفيديو مع بعض تصريحات يكشفها ابن عم نيرة أشرف، وهنسمع تعاطفه مع أسرة محمد عادل، وهنعرف كل الكلام اللي قاله محمود إن شاء الله. هسيبكم مع الفيديو ونرجع نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. محمود ابن عم نيرة، ده محمود ابن عمها لزم، يعني باباها، أخو باباها اللي هو عم أشرف. طلع محمود وقال وكشف حاجات كتير واتكلم في حاجات كتير، وقال إن هو ساعة ارتكاب الجريمة هو كان في امتحان اللغة الأجنبية في جامعته في المنصورة، وما كانش قريب من نيرة خالص، واتكلم وقال ان هو خلص امتحانه في وقت ارتكاب الجريمة وما كانش يعرف. واللي كان يعرف بالواقع واللي بلغ عمه اشرف هو محمود الطراز ابن عمها التاني، طبعا مش عمها لزم، يعني في صلة قرابة، يعتبر ابن عمها وابن خالها قرابة من ناحية الجدة. وقال محمود عبد القادر، ذكر ان محمود الطراز هو اللي اتصل بوالد نيرة وبلغه ان نيرة اتقتلت عند باب الجامعة، ومحمود الطراز بيقول انا كملت نوم بعدها. فمحمود عبد القادر بيعلق وبيقول ازاي تعرف ان بنت عمك اتقتلت وتنام؟ يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني فين، يعني في لغز في الحتة دي وفي النقطة دي. فطبعا مستنية تعليقاتكم. وكمل بقية كلامه محمود، قال هو محمود اللي طلع اتكلم عليا الاول، وقال ان انا ووالدتي اللي كنا واقفين، وذكر وقال ان هو يعني بيبعد الموضوع عنه خالص، وبيجيب محمود عبد القادر اللي هو اللي قدامنا ده، هو بيجيبه في النص. فطبعا محمود عبد القادر طلع ونفى الكلام ده، وذكر ان محمود الطراز زعق للصحفيين عند ساعة الجريمة وقال لهم بلاش تصوروا. ومحمود عبد القادر بيقول انا مش عارف هو ليه ما كانش عايزهم يصوروا، انا قلت له سيبهم يصوروا لان لازم الجريمة تتصور ولازم تاخد حقها اعلاميا علشان نيرة يرجع حقها ويظهر كل حاجة. محمود عبد القادر بقى قال انا مرضتش اخلي حد يصور عند المشرحة الجثة ولا يصور لحظة الدفن علشان دي حرمة ميت، طبعا معايا قلبا وقالبا، طبعا حرام وما ينفعش. هو ذكر ان هو عمل كده، لكن انتقد محمود الطراز ان هو وقت ارتكاب الجريمة نام، والنقطة التانية ان هو ما كانش عايز الصحفيين يصوروا، وقعد يقول انا مش بظلمك يا محمود، بس انت اللي اتكلمت عليا الاول فانا طالع ارد وطالع اتكلم. ده كان ملخص الفيديو اللي طلع بيه محمود ابن عم نيرة. وبكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.